القرعة لم تمكن مراقبي حركة مجتمع السلم أن يكونوا موجودين في كل المكاتب رغم توفر العدد، ولم يكن حاضرا سوى رؤساء المراكز الذين شهدوا على هذه العملية المفضوحة الكبيرة للتزوير، التي بعضها لدينا فيها طعون مؤسسة سنقدمها، والكثير منها لا نملك فيها مستلزمات ولا نملك فيها أدلة مادية. لولا التزوير الانتخابي لكانت حركة مجتمع السلم هي القوة السياسية الأولى في البلد. هذه الحقيقة الاجتماعية التي يعرفها الذين زوروا والتي يعرفها الجزائريون. نحن الحركة السياسية الأولى في البلد بدون التزوير، ولذلك سنتعامل بمسؤولية مع هذه القوة، سنتعامل بمسؤولية مع هذا الحضور، سنتعامل بمسؤولية مع هذا الانتشار في كامل التراب الوطني. ماذا سيكون؟ نحن نكافح في كل مساحة مهما كانت ضيقة، نكافح من أجل المستقبل. ستكون لنا ندوة صحفية موسعة بعد إعلان مجلس الدستوري، ونفصل في كل شيء. بارك الله فيك.